واحدة من الحاجات الملاحظة جدا في الوداد انه عنده كثير من الغيابات في هذه المواجهة بسبب الإصابة، ولكن في غيابات مؤثرة وغيابات غير مؤثرة، اللاعبين لا يشاركون بشكل أساسي. ايه أبرز الغيابات الوداد ممكن يعاني بينها قدام النادي الأهلي؟ أعتقد أن هناك غياب واحد فقط هو المؤثر، لأنه كصحيح أحمد رضا التاجناوتي يعني حارس فريق الوداد الرسمي، ولكن يعني مطيع عمل اداء رائع، انسى الوداديين ايضا حتى في الحديث عن غياب احمد رضا التجناوتي الذي نتمنى له ايضا الشفاء العاجل وان يلتحق ايضا بتشكيله فريق الوداد، علما انه ايضا في نهايه عقده. اعتقد الغياب المؤثر هو لحيمود الذي اجرى عمليه جراحيه على الزائده الدوديه، ولاعب ايضا قدم اداء باهر في مباراه سان داونز، كان يعني كلمه السر وكان مفتاح نجاح، لان لديه سرعه كبيره يعني في نقل الهجمه وفي تحويل اللاعب من الحاله الدفاعيه الى الهجوميه. واما بقيه اللاعبين فكلهم، حسين بن عياده اللاعب الجزائري ليس اساسيا، لان لدينا ايوب العملود يعني في الظهير ايمن، فبالتالي الغياب الوحيد المؤثر هو غياب حيمود الذي كان يمكن ان يلعب ادوارا مهمه في مقابله، خصوصا في مقابله الذهاب يعني بالقاهره. واعتقد انه بغض النظر عن غياب هذا اللاعب او ذاك، سواء في الوداد او في الاهلي غياب الشناوي او غياب حيمود، فريقي الوداد والاهلي لا يقفان على لاعب واحد، دائما هناك بدائل وهناك خيارات متاحه امام المدرب سواء كولر او المدرب فاندربروك. واتصور ان هذه المباراه يمكن ان تكون امتداد لنهائي 2017 او ايضا نهائي السنه الماضيه على مستوى الخيارات التكتيكيه، هل يلعب الوداد كما لعب يعني في برج العرب، ام يلعب كما لعب يعني السنه الماضيه بالاعتماد على الجعدي وعلى الحسوني وعلى المترجي واغلاق يعني الممر الايسر الذي يمر منه علي معلول. فاعتقد ان الوداد يعرف يعني في هذا الزمن لا يمكن ان تخفي اي شيء، الوداد يعرف الاهلي جيدا والاهلي يعرف الوداد جيدا، وبالتالي تبقى عمليه اللاعبين كيف سيظهرون في ارضيه الملعب وكيف سيتعاملون مع مجريات المباراه وكيف سيوظفون خبراتهم. صحيح الوداد متقل بتجربه السنه الماضيه الفوز باللقب، وصحيح ايضا ان الاهلي خاض نهائي السنه الماضيه، ولكنه ايضا مره اخرى ان يعني الفريقان يلتقيان، واعتقد انه لكل مباراه حقيقتها، وحقيقه مباراه الغد يعني والتي سيكون امتدادها في مدينه دار البيضاء قد يكون يعني امتداد وقد يكون هناك اختلاف يعني على مستوى التعاون مع المباراه. طيب غزاء، هو اضف ما قاله زميلي جمال بالنسبه لغياب الوداد، غياب ليس مؤثر لان هناك لاعبين خاصه في متوسط الميدان كاين لاعبين عندهم خبره كبيره، عكس فريق الاهلي المصري الشناوي يبقى ركيزه من الركائز الاساسيه لفريق الاهلي. اظن بان شوبير ما خادش مباريات كثيره، وكنا نعرف ان حارس المرمى عندما يغيب تغيب عنه التنافسيه فيلقى صعوبات في في لعب مباراه خاصه في مباراه نهائيه. اظن ان غياب شناوي غيكون مؤثر على غياب اللاعب حيمود.